السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، هل الصوت واضح لدى الجميع؟ أولا أنا متأسف جدا على هذا التأخير. سبب هذا التأخير أنني قد قمت بفرمله الجهاز، وعندما قمت بالدخول إلى الموقع تفاجأت أنه لا بد من تحميل بعض البرامج، وهذا سبب ما جعلني أتأخر. والحمد لله قد تحسنا أكثر بفضل دعائكم، وإن شاء الله نبدأ الآن بالنسبة للمحاضرة الثامنة لهذا اليوم إن شاء الله. طيب يا شباب، الكل الموجودين معنا يعلمون أن معنا اليوم كويز، يعلمون أن اليوم معنا كويز. أريد من الكل أن لا يقلق أو لا ينتاب أي شعور من القلق أو الاضطراب بسبب هذا الكويز. الكويز عبارة عن أسئلة بسيطة وسريعة، لا يحتاج إجابتها عن 5 إلى 8 دقائق، فسوف نعطي لكل جزئية من هذا الكويز 10 دقائق أو بإجمالي دقائق كاملة للكويزين، ربع ساعة إن شاء الله. طيب حاضر. والآن كيف يا شباب؟ والآن الصوت إن شاء الله يكون أوضح. بالنسبة للي كان الصوت مش أوكي أحسن شوي. طيب يا شباب، علي حاضر، أمري الله علي 50. ها والآن كيف؟ رجاء ما نشيش أي واحد يزعل معنا. حيا الله أخي أمين، وحيا الله الشباب كامل يعني. طيب يا شباب، دعونا يا شباب نستغل الوقت. أولا أطلب من الدعم الفني إضافة الوقت اللي خسرناه بالنسبة أثناء دخولي، وهي 35 دقيقة تقريبا. طيب سوف أقوم بعمل أو بتنزيل أو بتحميل الكويز. هذا هو الكويز، أريد من الجميع أشياء نتفق عليها إن شاء الله. أريد من الجميع عدم فتح واجهة برنامج الأوتوكاد. هناك شروط أتمناها من الجميع قبل البدء بهذا الكويز، سوف أشرحها في هذه الصفحة. هناك شروط قبل البدء بالرسم في برنامج الأوتوكاد، أرجو من الجميع أن يلتزم بها ويتقيد بها. شروط الكويز: واحد، أو أولا لا يتم فتح برنامج الأوتوكاد. ثانيا الإجابة على السؤال فقط ببرنامج الوورد وكتابة اسم وكتابة رقم السؤال ورقم الفقرة الخاصة بالإجابة. ثالثا إرسال ملف الوورد للبريد الخاص، وهو التالي: nabeel@gmail.com. أرجو من الجميع أولا يقوموا بنسخ الإيميل تبعي على سطح المكتب تبعهم على تكست، على أساس أول ما يقومون بإرسال الكويز ما يكونش موجود لدينا وقت، يقوم بعمل كوبي ويقوم بإرساله إلى البريد الخاص بي إن شاء الله. الاختبار بسيط جدا، لا تصعب المسألة، يحتاج إلى شوية تركيز وكتابة ما أتم إن شاء الله. طيب يا شباب،
اللي هو معانا لأول مرة ينتظر معانا بس 10 دقائق إلى ربع ساعة أمد ما يخلص زملائه الكويز، وإن شاء الله يعوض معانا في الكويزات الأخرى ويواصل معانا، لأن في درس بعد الكويز. طيب يا شباب نبدأ الكويز، أحد عنده أي استفسار؟ نبدأ الكويز، أحد عنده أي استفسار؟ أحد عنده أي سؤال من الذي تم أخذه قبل أن أطرح الكويز؟ أرجو من الجميع عدم الاستعانة بأي ملاذ أو فتح أي شيء، بيننا ثقة يا شباب، لسنا أطفال، حتى الأطفال لديهم مبدأ، نكون على مبدأ، ورجاء اللي راجع والذي ركز معانا في المحاضرات السابقة يجيب، والذي لم يراجع فما ليس هناك من الداعي بأن يجيب بطريقة غير صحيحة، يكتفي معانا بالمشاركة. إذا كان كل شيء واضح معانا يا شباب نضغط الرقم واحد. إذا كان واضح يا شباب نضغط الرقم واحد، وبهذا أتم تحميل الجزئية الأولى من الكويز. إذا على بركة الله أبدأ بالجزئية الأولى وهي التالية. أبدأ بالجزئية الأولى، الكل معايا يركز، أنا سأقرأ الاختبار وأشرح آلية الإجابة، والكل فاتح الوورد تبعه، ما فيش معانا وقت يا شباب. الدعم الفني معانا الآن الدقيقة 42، نحسب للكويز فقط 5 إلى ربع ساعة لأنه جزئين. نبدأ بالجزء التالي يا شباب، سريع ونبدأ يا شباب. أكتب اسمي على الوورد وفاينل تيست أوتوكاد 2D، ونكتب هذا الإجابة هي الجزء الأول أو الجزء A. لاحظوا عنوان الكويز، إحنا نقول كويز واحد شرطة A على أساس أعرف إنك جاوبت على الكويز هذا. أول سؤال، لنتحكم بحجم الخط لدينا A و B و C و D من اللاين تايب، من اللاين تايب، من التكست هاي، من اللاين تايب سكيل، من الروتيشن. رقم 2، طريقة إدخال الجدول، أقصد بطريقة إدخال الجدول أي آلية عمل الجدول، شرحناها هناك بطريقتين، طريقة الانسيرشن بيهيفير أو السبيسيفاي انسيرشن بوينت أو all of them أو insert option. رقم 3، أم الريفيجن كلود، أم ريفيجن أو الريفيجن كلود، يوجد في شريط، في أي شريط يا شباب يوجد؟ الموديفاي تولز او الدراوينج تولز او الفيو تولز او الستاندرد تولز، اتذكروها معانا يا شباب، الموديفاي بانلز او درو بانلز او فيو بانلز او الستاندرد بانلز، لتعديل اي بلوك، لتعديل اي بلوك على نضغط على زر في قائمه ستاندرد او نضغط على زر يسمى match properties insert block block editor make block. أرجو الإجابة السريعة على هذه الجزئية، أرجو الإجابة السريعة على هذه الجزئية وإرسالها عبر البريد. من الآن لدينا 5 دقائق، من الآن لدينا 5 دقائق فقط في هذا الكويز. جيم واحد الفقرة A أو B أو C أو D، جيم 2 أيهما من الحروف، وجيم 3 وجيم 4 وخلصت. ما فيش مشكلة أخي أختي نورة شيخ، استفيدي بس من آلية الكويز، وإن شاء الله في الكويزات الأخرى تكون عندك خلفية أو خبرة في آلية الكويزات. طيب يا شباب بقي لدينا 4 دقائق، أنا أفتح الإيميل تبعي الآن وسوف أكتب أو سوف أفعل الآن شير سكرين على أساس يكون في مصداقية أمام الناس جميعا، يعني ستارت شير سكرين،
والجميع سوف يشاهد من الأشخاص الذي تم إرسالهم للإجابة في الوقت المناسب. أطلب من الدعم الفني فقط، إذا كان الشير سكرين تبعي الآن واضح فليكتب الرقم 1، وبالتالي هو واضح لدى الجميع. شكرا أخت رضوى. أنا الآن على الإيميل تبعي وأبدأ. هيثم جوهر أول المجيبين، شكرا يا هيثم، انتظار الجميع. بقي لدينا من الوقت 3 دقائق، شباب ارسلوا سريع. ما أنا اعتمدتش إجابة أي شخص تصلني بعد انتهاء الوقت. أحمد عبد العلاء، ربنا يستر، شكرا يا أحمد. طيب يا شباب، هيثم في 9:45 وأحمد في 9:47. اثنين اثنين فقط، في انتظار إجابة الجميع. شباب سريع، أجيبوا رسلوا الإجابات. خلاص يا أحمد، وصل لي الإيميل تبعك. السعيد أحمد، كويز 1، وصل لي الآن إجابتك. 3 من أصل 33. الباقيين خرجوا معانا، خافوا من الكويز. لا إله إلا الله. إلى الآن 3 4 فقط. سونيا، أمل، شكرا لك، وصلني الآن الإيميل من سونيا. هم هؤلاء الأربعة الأكثر ناس شغالين معانا في الدورة، وفي زينب بس مش عارف هي تجيب ولا لا. أنا أشوف بس من اللي عملوا التمارين. كم بقي لدينا من الوقت؟ شباب باقي دقيقة واحدة. شباب دقيقة واحدة يا شباب. لن أقبل أي إجابة في الجزئية هذه بعد دقيقة هذه. نهى أشرف وموري علاء وأحمد عبد الواحد أحمد عبد سونيا وزينب يوسف جميل وكمال عسكر سافر. أول شيء كل رجاء أن يكون إجابتكم قد وصلت الآن في الوقت المناسب. أنا إذا ننتهي انتهى الوقت. وانتهينا على 50 دقيقة. أزيد أجيب لكم
الساعة 9 عندي بتوقيت صنعاء إلى 9:51 دقيقة. من أجابني في هذا الوقت أنا أعتمد درجة. شكرا يا شباب. إذا إلى الآن موجود معنا 4 فقط. طيب يا شباب، أرجع إلى الجزئية الثانية، أفعلها أبلود. تأخذ مننا 10 دقائق. نشوف المنافسة من الأربعة الذين أجابوا الكويز الأولى، والذي هم هيثم وسونيا وأحمد عبد العلاء وأحمد أحمد سعيد أحمد سعيد أحمد وأحمد عبد العلاء وهيثم وسونيا. 4. طيب نشوف من الأربعة من يجيبوا على الجزئية الثانية. شباب الكويز او الجزئيه الثانيه، نكتب الاسم وكويز 1 او بي من النافيجيشن ذا وركينج انفايرمنت ذا فلوينج ايمج فايلز كي انترفيس اليمنتس، يعني ادخل مفاتيح او محتويات واجهه الاوتوكاد. الشكل رقم 1 بيرمز الى العنصر الاحمر، الشكل رقم 2 بيرمز الى الشريط كامل اي موجود جنب العنصر الاحمر. رقم 4 في عنوان وفي شريط، ماذا يسمى هذا؟ رقم 3 الشريط كامل. رقم 5 الشريط كامل الكبير وتكلمت عنه وقلت هو اسمه كذا وكذا. رقم 7 الرمز او الشكل الذي بيؤشر اليه. رقم 6 المساحة السوداء أو البيضاء ماذا سميناها؟ رقم 8 ماذا سميناه؟ ورقم 9 شريط كامل ماذا سميناه؟ أرجو الإجابة بشكل سريع من 1 إلى 9. 1 هو كذا، 2 كذا، 3 كذا، 4 كذا، 5 كذا. عربي أو إنجليزي يا شباب ما فيش مشكلة. السؤال الثاني من F1 إلى F10، رجاء دون فتح الاوتوكاد يا شباب. F1 إلى F10، اكتب ما تعرف عن الاختصارات هذه. اكتب فقط ما تعرف عن هذه الاختصارات، وإذا عرفتها كاملة أكون شاكر لكم. رقم 3 How can to make your template paper and save in description the behavior paper؟ كيف أقوم بعمل تمبلت في برنامج الاوتوكاد؟ وكيف أقوم بحفظه؟ أكتب 1 أعمل كذا، 2 أدخل من خاصية كذا أعدل كذا وكذا فقط ما أشرحش بإسهاب باختصار، 3 أدخل من قائمة كذا أعدل على كذا، 4 أدخل من قائمة كذا وأعدل على كذا على سبيل المثال دايمنشن، 5 أقوم بتحديد نوع كذا أو كذا، و7 أقوم بالحفظ. وركز على هذه الإجابات باختصار يا شباب.
الصوت لا نحتاج الصوت يا شباب، فتحت المايك ما فيش داعي للصوت. أنا بانتظار إجابة المتدربين معنا في القاعة، ثم بعد ذلك أبدأ بشرح المحاضرة الثامنة لهذا اليوم. طيب يا شباب، هي لدينا 8 دقائق. أرجو الإجابة القصيرة والمختصرة بالنسبة للسؤال الثالث. إم محمد أو محمد محمد، بالنسبة إذا في كورس جديد ولا لا، أولا ننتهي من هذا الكورس بعد لنا كلام إن شاء الله. المهندسة إيمان، هو فين الكويز أصلا؟ أنا من أول المحاضرة ما بعملش حاجة غير أفرش وأشير، مش شغال. طيب كيف نعمل في هذا في الحالة هذه؟ حتى ينتهي الكورس إن شاء الله. إحنا الآن في المحاضرة الثامنة، أي بإجمالي ساعات 16 ساعة من 30 ساعة للتودي. بقي لدينا 7 محاضرات بالنسبة للتودي، ثم بعد ذلك ندخل إلى 3D. بقي لدينا 6 دقائق يا شباب وننتهي من الكويز وندخل إلى محاضرة اليوم. والمعذرة من إخواني الجميع المنتظرين لنا للبدء في المحاضرة، وخاصة الناس الذين يحضرون معنا لأول يوم. إن شاء الله فقط هي مسألة 5 دقائق إلى 6 دقائق ونبدأ الكورس. هيثم جوهر، تم الإرسال، شكرا لك يا هيثم. ما زال متصدر هيثم. هيثم ناوي على الدورة هذه. وصل يا هيثم، وصلني الآن. نعم. طيب الباقيين، باقي لديكم 5 دقائق. خير إن شاء الله. ما فيش مشكلة يا شباب.
طيب باقي، هل باقي أحد غير هيثم قد قام بإرسال الإجابة؟ طيب بعض الحاضرين معنا ليس لديهم الكوز، مشكلة هذه. الموجودين الباقيين معنا ممكن تبدأ، ليش لا؟ 3 دقائق معاك، 3 دقائق. إذا بدأت أوكي، إذا انتهى الوقت خلاص ما فيش فايدة. الدرس التاسع على يوم الخميس إن شاء الله، من الساعة 8 إلى الساعة 11 بتوقيت القاهرة. شباب بقي لدينا من الوقت 3 دقائق، زملائكم منتظرين للدرس. الأخت سونيا وأحمد، السيد أحمد وأحمد عبد العال وهيثم جوهر. هيثم أجاب، باقي 3 من الذين أجابوا الجزء الأول، إجاباتكم سريعا رجاء قبل أن ينتهي الوقت. طيب اوكي يا فهد، دقيقة واحدة. هو اوكي احمد، السيد احمد وصلني الان الاجابة له. يخلص الصف وندخل على دقيقة 49 وأنتهي بذلك من استلام إجابة الجزئية الثانية لهذا الكويز. إذا 2 من أصل 4،
ومن أصل 29 متدرب معنا، وفي الأول كانوا 52 ثم 40 ثم 43. وبعدما في كويزات العدد بيتناقص. يا شباب، الكويزات هذه فقط لمن أراد أخذ الشهادة في هذه الدورة، أما الباقيين ما فيش أي مشكلة لأي شخص يريد أخذ المعرفة أو المعلومة في هذا البرنامج أو من استخدام هذا البرنامج دون الحاجة إلى إجابة الكويز. ما فيش أي إحراج على أي شخص. زينب، النت سيء والميم مش راضي يفتح. الله يكون في عونك يا أخت زينب، بالرغم من مستواكم والرسومات التي قدمتوها كانت ممتازة جدا. معليش، إن شاء الله راح نشوف حل أو طريقة أفضل من الطريقة التي قدمنا بها الكويز لهذا الكويز. إلى الآن لم يصلني إلا اثنين في الجزئية الثانية. السيد أحمد وهيثم جوهر. طيب سوني أمل، أين الإجابة؟ وأحمد عبد العال، إجابتكم سريع حتى أنتهي رجاء. أنتهي. وعلى جهود الحاضرين، أرجو من الحاضرين نمهلهم وقت ولا ننتهي وندخل في الدورة الآن. أرجو من الحاضرين التصويت بالرقم واحد إذا أردنا إمهالهم بإرسال الملف، أو نبدأ في الدورة نضغط على الرقم اثنين. أنا إبراهيم، أنا بعثت أجل المحاضرة رقم 5 6. طيب هيثم جوهر، نجيب لهم وقت. طيب سيد أحمد أبو زيد، يا سيد أحمد سريع. أحمد عبد العال، اثنين. يا أحمد، أين إجابة الجزئية الثانية؟ أحمد عبد العال بيصوت على نفسه، اثنين، يعني ما يشيش وقت. طيب معناه ما جاش على الجزئية الثانية من الكويز. سيد أحمد، أرسل اللي وصلت إليه رجاء، سوف أنتهي من أخذ أي إجابة. طيب سوف أنتهي بهذا الدليل. إذا في الإجابة الثانية على الكويز فقط هيثم والسيد أحمد. وسونيا وأحمد عبد العال ما وصلوش الإجابة الثانية، وبهذا نكتفي. وشكرا لكم الأربعة المشاركين معنا في الكويز. طيب بهذا أكتفي. أكتفي بهذا القدر. الموجودين معنا اثنين بشهود الجميع، وأربعة في الجزئية الأولى. أقوم بإغلاق الجوجل توك وأبدأ، أو الجيميل، وأبدأ بشرح محاضرة هذا اليوم. هذا برنامج الأوتوكاد كما فتحناه في السابق وتعرفنا عليه في المحاضرات السابقة. أحد عنده أي سؤال بالنسبة لما تم أخذه في المحاضرة السابعة؟ إحنا الآن في المحاضرة رقم 8، أحد عنده أي سؤال فليتفضل قبل أن أبدأ بشرح محاضرة اليوم. ما ينفعش هكذا يا زينب. خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت ولن أقبل إجابة أي شخص. طيب أرجو التركيز على الدورة رجاء، أرجو التركيز على الدورة.
هل هناك أي سؤال؟ إذا كان هناك أي سؤال فلنضغط فلنسأل. إذا كان هناك أي سؤال فلنسأل يا شباب. يبدو أنه ليس هناك أي سؤال. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الثامنة للعمل في بيئة الأوتوكاد 2013 سوف أقوم اليوم بشرح آلية رسم أو إسقاط غرف أو الغرفة أو أشياء من هذا القبيل. نلاحظ يا شباب إذا كان لدينا إذا رسمت بولي لاين ورسمت أو رحت إلى مكان لأجل أسقط غرفة أو محل تجاري أو أي مساحة معينة، وكانت هذه الغرفة أو هذه الأرضية أو قطعة الأرض مائلة بهذا الميلان على سبيل المثال. ألاحظ أن قطعة الأرض فيها ميلان بهذا القدر، أو لنفترض أنها غرفة موجودة معنا بهذا الشكل. موجودة معنا بهذا الشكل. عند ما معنى كلمة رفع أو إسقاط؟ معناها أننا أقوم بالنزول الميداني على المكان الموجود فيه قطعة الأرض أو الغرفة المبنية بهذا الشكل، وأقوم بعمل القياسات أو بأخذ القياسات لكل ضلع من أضلاع هذه الغرفة أو الأرضية. على سبيل المثال لو أخذت لاير الدايمنشنز وأخذت أمر اللينير وبدأت بقياس النقطة الأولى إلى النقطة الثانية، وعفوا مش اللينير، ناخذ اللاين انتر واضغط على الخط هذا، فكان كم معانا الان 400.81 400.81. طيب اخذ الان 200.85 والاخر 5.06. كيف بين اقوم بتكرار الامر؟ اضغط على سبيس او انتر، ثم اضغط على سبيس او انتر مره اخرى، ثم اضغط على المستقيم واقوم باخراج هذا القياس الخاص بي. الاحظ ان قطعه الارض موجوده معنا 4.81 و2.85 و5.06 و4.99. لو سميت كل جزئيه من هذا الأرضية لو أسميها A وأقوم بتصغير حجم ال A، أضغط على Control 1 اختصار Properties وأدخل على شيء يسمى Text High وأخليه 0.5 و 0.5 كافي كنسبة للحجم. أضع في لاير وليكن لاير هاتش، إذا نقول A و B و C و D. إيش المشكلة معانا؟ طيب Control 1 أسميه المحتوى B، بي، وأسمي المحتوى الثاني وليكن سي، كنترول انتر، ثم أضغط على المحتوى الثالث وليكن أي شباب بي، كنترول انتر. طيب يا شباب الآن قمت بإسقاط هذا العملية، الآن أخذت القياسات في ورقة وقمت برسم سكتش. اللي قياس بهذا الآلية عملية صحيحة بس ناقصة، لابد ما يأخذ شيء يسمى السنتر أو السناتر أو المحاور. فأخذ أنا اللاين وأجيبه من النقطة إلى الكورنر، وكان معي 6.56، وأيضا نفس الشيء لينير من النقطة إلى النقطة هذه صار معي 5.82. هل الكل واضح الآن معايا إيش المطلوب رسمة؟ أنا رحت أسقطت قطعة أرض أو غرفة
والغرفة ما كانتش مستقيمة. لو كانت مستقيمة الغرفة انتهى المطلوب. يعني لو كانت الغرفة مستقيمة عبارة عن 3 في 3 يعني كل وستة في ستة يعني 3 في 6 الغرفة، خلاص أرسم مباشرة غرفة بالريكتانجولار مباشرة دايمنشن وأقول للثلاثة انتر ستة انتر زيرو انتر. بهذا ايش؟ رسمت الغرفة بدون أي صعوبة. لكن إذا كانت الغرفة مائلة بهذا الشكل أو فيها أخطاء معمارية بهذا الشكل، ما استطيعش أقوم برسمها في الأوتوكاد، لا أستطيع أقوم برسمها في الأوتوكاد. طيب ما فيش أي مشكلة يا باشمهندس أيمن، وإن شاء الله معوضين أو نزلوا المحاضرة من اليوتيوب، وهي المحاضرة مفيدة جدا لهذا اليوم. طيب يا شباب، الآن هذا عرفنا، الآن أسقطنا الأرضية، أسقطنا هذه الأرضية. طيب الآن كيف أقوم برسمها في برنامج الأوتوكاد؟ أقوم برسمها على الطريقة التالية، أختار البريمري لاين، أقوم باختيار البريمري لاين، ثم أقوم باختيار لاين، أبدأ برسم النقطة بي سي ولتكن هي 2 متر بوينت 85 انتر انتر، عفوا اخليها على استقامة اف 8 2.85 انتر انتر. احد عنده اي سؤال الى الان؟ هل كل شيء واضح؟ نضغط الرقم واحد. ارجو من الحاضرين الان اذا كل شيء واضح نضغط على الرقم واحد. سريع يا شباب الله يرضى عليكم، نضغط على الرقم واحد. سيد احمد وهيثم جوهر ومنى واشرف والباقيين فين؟ مش موجودين معانا ولا ايش؟ طيب يا شباب الان النقطه، رسمت النقطه بي وسي، رسمت النقطه بي وسي، الان اقوم بعمليه رسم سيركل، اقوم باخذ السيركل واخليها في لاير الهاتش، اقوم باخذ السيركل وأضغط من النقطة السي وأسحب. كم نصف قطر هذه الدائرة يا شباب؟ كم نصف هذا القطر للدائرة هذه يا شباب؟ نصف القطر لها هو مقياس المستقيم أو الضلع سي دي، هو مقياس المستقيم سي دي ومقداره 5.06، مقداره 5.06، فنقول 5.06 انتر. إذا جبت هذا الخط. الآن أقوم بعمل سيركل مرة أخرى، بس هذا الآن السيركل أتكون إيش يا شباب؟ السيركل اللي بين اللون الأحمر هي عبارة عن محور، لو أرضي اف 8 هي عبارة عن المحور الموجود اللي هو المقابل لهذا الشكل. وليكن كم؟ كم طول المحور؟ أو الركن بي دي 5.82، اكتب 5.82 انتر. نقطة تقاطع المحور او القطري مع مساحة او طول المستقيم سي دي، اقوم بايصال البريمري لاين، اقوم بايصال النقطة سي الى النقطة دي باليمين انتر. فهذا قد رسمت الخط سي دي مع الميلان الموجود معه. أقوم بحذف الدوائر وأضغط E Enter. الآن مرة أخرى أكرر العملية، أخذ اللون الأصفر وأخذ سيركل، ومن هذه النقطة أكرر العملية. كم طول المستقيم DA؟ 4.99 Enter. وأخذ السنتر لاين وأخذ السيركل وأخذ من النقطة، من أي نقطة يا شباب؟ من نقطة C، ولتكن بمقدار كم؟ 6.56. وأيضا ثم أرجع إلى البريمري لاين، أقوم بتوصيل اللاين إلى هذا المكان اليمين انتر. بهذا أكون قد رسمت المستقيم دي اي. إذا النقطة سي قد أوجدتها، والنقطة دي واي أوجدناها، بقي معنا النقاط الأخيرة. أحذف الدوائر،
الآن أقوم أكرر العملية مرة أخرى، أخذ الهيدن لاين وأخذ السيركل من هذه النقطة، أقوم بعمل طول الضلع وليكن هو 4.81 إنتر، ثم أقوم من النقطة دي أحول اللاير إلى سنتر لاين، فأختار أمر السيركل ثم أضغط على هذا الركن وأدخل قيمة 5.82 إنتر. الآن أقوم بعمل لاين بعد تحويل البريمري لاين من هذه النقطة إلى نقطة تقاطع الدائرتين، إلى نقطة تقاطع الدائرتين باليمين إنتر، وأيضا أوصل الخط، أوصل الخط المستقيم. أنا رسمته مستقيم في البداية بينما هو مش مستقيم، هو مايل. أقوم أعمل لها الميلان الخاص فيه وصار مايل نفس الميلان الموجود على يساري. أقوم بحذف الخطوط العمل أو الدوائر العمل، وأقوم وبهذا أكون قد أوجدت النقطة B. الآن آخذ شيء أو اللينير في لاير الدايمنشنز وأقوم بعمل القياسات لأتأكد من صحة عملي. الأول 2 متر و85 و2 متر و85 العمل صحيح. الثاني 4 متر و81 4 متر و81 لزيادة الوضوح. الثالث اللي هو AD 4 متر.99 في 4 متر.99، والثالث عبارة عن 5.6 5.6. بقي الشيء الأساسي والمهم إن أنا آخذ إيش dimensions بالنسبة للأقطار، لأن هو أساس العمل وصحة العمل. أمسك من القطر إلى القطر، قال لي عبارة عن 6 متر و56. من القطر هذا إلى القطر هذا قال هو عبارة عن 5 متر.82. أتمنى من هذا يا شباب أن الكل الآن قد استطاع يعرف تمرين أو آلية رفع أي مكان أو فضاء، وأيضا رفعه ورسمه في برنامج الأوتوكاد 2 دايمنشن. هل هو واضح؟ هل واضح؟ هل العمل واضح يا شباب؟ شكرا المهندسة منى وهيثم، السيد أحمد أبو زيد وضحت لهم المسألة، وإبراهيم طيب وأحمد عبد العال. طيب الباقيين فين يا شباب؟ أحمد شهاب إذا أوكي، شكرا لكم جميعا. طيب أقوم بحفظ هذا التمرين. أقوم بحفظ هذا التمرين. أضغط على سيف وفي الديسكتوب أسميه اكسرسايز محاضرة الثامنة، المحاضرة الثامنة اليوم. طيب هذا بالنسبة لرسم أو رفع أو إسقاط بالنسبة لأي فرع. طيب الآن لو أخذت معكم على شكل سريع عبارة عن رسم بلان، والأخذ أي بلان، طيب ديزاين بلان دوت تي دبليو جي، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. طيب يا شباب أقوم بإغلاق هذا الشكل يس، وأجيب هذا البلان سيف أز في الديسكتوب، أسميه إكسرسايز 8 شرطة 2. طيب يا شباب الآن موجود معانا هذا البلان، موجود معانا هذا البلان، فأقوم الآن أو أنا بحاجة إلى رسم بلان بهذا الآلية. عفوا، ما هي الخطوات التي يتم عملها لرسم بلان بهذا الشكل؟
أولا أقوم بسحب البلان كامل تبعي في النيو تمبلت الخاص بي للتبديل بين مشروعين، أضغط بالكيبورد على أمرين أو زرين هما كترال بلاس تاب. ماذا يعمل لي هذا الأمرين؟ يقوم بالتنقل بين المشروعين كأننا أعمل تصغير وفي معي مشروعين، والآن يقوم إيش بعملية التنقل بين هذين المشروعين. طيب أنا الآن أقوم بنسخ هذا البلان كنترول سي كنترول تاب أو كترول تاب كنترول في، وأضغط على هذا البلان في التمبلت الخاص بي. لو عملت قياس بشكل سريع للجدران سأتعرف على وحدة القياس التي تم رسمها لهذا الشكل. ألاحظ أنه قد تم رسمه على أساس إن الجدار 20 سنتي، معناه هو معمول بالسنتي. هو معمول الآن البلان يا شباب بالإيش؟ بالسنتيمتر. أحد ذاكر كيف آلية تحويل البلان الآن إلى المتر؟ ممكن أحد يجيب لي الآن طريقة أحول البلان من نظام السنتيمتر إلى نظام المتر؟ ما هي الطريقة التي كنا نستخدمها عندما نريد تكبير أو تصغير؟ هيثم جوهر قال من السكيل أستخدم ريفرنس. أحسنت. إذا نضغط على Select All ثم أضغط على S C Enter ثم أضغط على هذه النقطة باليمين Reference ثم أضغط بال Left Click ثم Left Click للأعلى. فهذا قد دخلت القيمة للأوتوكاد وقال إن سماكة الجدران 20. كم سماكة الجدران الآن تحب تعمل لها سكيل؟ أقول لها اعملها بوينت 2 انتر. بهذا يكون البلان قد تم عمله بصورة صحيحة. حتى لاحظ أن السنتر لاين قد بدأ بالظهور لدينا لأنه تم إعدادات هذا المشروع أو صفحة المشروع على المتر أو على نظام المتر. طيب أقوم الآن بحذف الخط. طيب الآن هذا البلان موجود أمامنا، مطلوب مننا معرفة القياسات الأولية كسكتش والذي هي عبارة عن الخطوط أو select similar لهذا العيش البلان. كيف أبدأ أرسم البلان؟ كيف أبدأ أرسم البلان؟ أبدأ برسم البلان عن طريق تحويل لاير يسمى center line، ثم أقوم بعمل line أو extension line EX أو من قائمة ال draw panels أختار على extension line أو construction line، وأبدأ بالضغط على أي نقطة في المكان وليكن في هذا المكان باليمين أو أضغط عليه وأكون رسمت أول خط. الآن مطلوب مننا إيش يا شباب؟ أنا رحت للمكان وبين أقيس أو بين أفكر، وأنا بين أرسم بين أفكر. إن القياس للغرفة من السنتر للسنتر عبارة عن كم؟ أنا الآن استفدت من هذا بس آخذ قياسات لأن ما فيش عندي قياسات. ومن هذا المكان إلى هذا المكان كم؟ من هذا المكان أنا فرمت الجهاز كل شيء ملخبط، كل شيء يحتاج إلى إعادة تحديد وتنظيم، ما فيش مشكلة. طيب وأخذ على دي أي إل إنتر، أضغط على هذا المكان بالليفت رايت للماوس، عفوا كليك ليفت كليك، فأضغط الآن على دي أي إل إنتر، أضغط على هذا المكان وأوصل إلى هذا المكان، أجيب قياسات، أقوم باستخراج القياسات هذا البلان حتى أقوم برفعه، أقوم باستخراج القياسات لكل مكان حتى أقوم برفع هذا العيش
هو أنا ممكن على أساس أنا نتعلم الطريقة الصحيحة لعمل هذا العيش. قلبنا. فلاحظ الغرفة الأولى عبارة عن كم؟ لابد قبل ما أرسم الغرفة الأولى أنا أستخدم شيء يسمى إيش يا شباب؟ أخذ الـ XL Enter اليمين، أختار Horizontal وأجيب الخط في هذا المكان. هذا الركن الذي من خلاله سأقوم برسم بقية العيش البلان لهذا المنزل. ألاحظ الآن موجود معانا 5 متر بوينت 27 في 4 متر بوينت 96، معناها اوفست فيرتيكال بمقدار 5.27 واوفست على الهوريزنتال بمقدار 4.96. إذا اوفست على الفيرتيكال قلنا 5.27، انتر، اسحب الخط، اضغط على الخط باليسار واضغط في هذا المكان للاتجاه اليمين، ثم اضغط على اوفست مره اخرى وادخل له قيمه ولتكن 4.96، 4.96 انتر، واسحب الى تحت. فهذا اكون قد رسمت العيش الغرفه الاولى. يا اما الان ابدا برسم الحمام ثم انتقل لهذه الغرفه وامشي، او اقوم بعمل السناتر كامله للبيت ثم ابدا بعمليه التقطيع او التنظيم لهذه الخطوط. فالغرفة الثانية كم معانا يا شباب؟ 4 متر بوينت 96، فأقول له أوفست 4.96 وأسحب الغرفة الأخرى نزولها 4 متر 96، إذا الغرفتين نفس النزول في الهوريزنتال. أجي الآن في هذا المكان عبارة عن كم؟ كم موجود معايا الحمام؟ عرض الحمام 2.63، 2 بوينت كم؟ 63. اجي اقول الان اوفست 2.63 واسحب الى الاسفل. فعلت الان جزئيه الحمام. كم؟ هذا بالنسبه للنزول تبعه والعرض تبعه، باقي معانا الطول. الطول معانا عباره عن 2.63. اجي اقول الان اوفست 2.63، اسحب لهذا المكان. هذا قد رسمت جزئية الحمام. لأجل لا أدخل في كونفيوز أقوم بحذف الخطوط عن طريق أمر تريم وأقوم بحذف بقية الأجزاء. طيب الآن الغرفة الأخرى DAL، أسحب إلى هذا المكان إلى تحت، عبارة عن 4.96 أيضا نفس الارتفاع الذي فوق، أقول أوفست 4.96 وأسحب إلى الأسفل. وبهذا قد رسمت هذه الجزئية. الآن بقي لدي بس المسافة الموجودة هنا دي اي ال، كم المسافة موجودة معنا؟ أنا بنقيس الآن المسافة، لكن ممكن أن تنزل كنزول ميداني وتقوم برسم سكتش سريع للبلان، ومن خلال السكتش تبعك تقوم بإدخال هذه الخطوط. إذا كان في معك ميلان للجدار فلابد ما تأخذ أقطار وتبدأ ترسم بنفس الآلية التي رسمناها في التمرين الذي قبل هذا. طيب يا شباب الآن معانا كم؟ 273. أخذ الآن أوفست 273 وأرفع ال 273 وليكن أمر ترم وأحذف من هذا المكان، ثم أقوم بحط الخط الموجود على يساري وأحذف الخط الموجود على هذا المكان حتى أستطيع التركيز على الأقدار الصحيحة. إذا الصالة استنتجناها استنتاج لم تحتاج، وهذا بامتداده أقوم الآن بعملية تريم انتر وأحذف تريم انتر بالزر اليمين، أضغط على هذا المكان وأضغط على هذا المكان وأضغط على هذا المكان. هذا أكون قد بدأت أو انتهيت من رسم البيت أو البلان عن طريق هذه الأقطار. إذن بهذا انتهيت من رسم العيش هذا الأقطار. أنا ممكن أمسك السنتر لاين وأقول له ماتش بروبرتيز وأمسك هذا كامل. لاحظ انه صار عيش معي سنتر لاين.
الآن إيش المطلوب معنا يا شباب؟ أعمل سماكة الجدران. ما دام أنا اعتمدت القياس من الداخل للسنتر، فمعناه من السنتر إلى السنتر، معناه شعمل سماكة الجدران للداخل بمقدار 10 وسماكة الجدران إلى الخارج بمقدار 10. يعني أرجع الآن بالنسبة للبلان، لو أجيب هذا الآن أمسح هذه الجزئية وأقوم بسحب الموف أو البلان لهذه الجزئية موجودة معنا في الأسفل، وأبدأ بعمل أوفست، وليكن أوفست بمقدار بوينت 10، وأسحب إلى الخارج ثم أسحب إلى الداخل، أقوم بتحويلها بشكل سريع حتى لا يحصل لي ارتباك من الرسم. هذا الجدران الأول أوفست بوينت 10 أو للداخل وللخارج، للداخل وللخارج، للداخل وللخارج، ما زلت على أمر الأوفست حتى أنتهي. وهذا هو أسرع طريقة رسم أو أقوم برسم البلان أو بسكات البناء في بيئة العمل، في بيئة العمل الأوتوكاد. الآن ما هو الأمر الذي يقوم بنقل خصائص العنصر إلى العنصر الآخر؟ هو أمر يسمى الماتش بروبرتيز، فهذا موجود معنا في الكليب بورد. أمر يسمى الماتش بروبرتيز، أضغط عليه واختصاره MA، أضغط على الخط الأبيض فيصير هو المرجع، فأقوم بالضغط على جميع الخطوط الذي أريد تحويلها إلى اللاير خاص بهذا الخط. إلى هذا المكان واضح لدى الجميع، نضغط الرقم 1، كان هذا واضح لدى الجميع فلنضغط الرقم 1. طيب اذا بهذا اكون قد رسمت ايش البلان بهذه المعلومه. طيب الان معانا عمود، معانا العمود عباره عن 20 في كم؟ 20 في 60، 60 او 61، لا في 61 اتاكد بس، المفروض 60، 61 مصممين 61. طيب خليه على نفس، ما لناش دخل، احنا رحنا زرنا المكان وطلع 61، يصغر يكبر ما ينفعش ينفع، مش عملنا هذا، احنا الان بس نقوم بعمليه رسم. اضغط على ريكتانجلر باليمين، او اولا ايش اقوم بتغيير اللاير الى لاير يسمى كولوم، و او اخليه على البريمري لاين، ما فيش مشكله خليه على البريمري لاين. ريكتانجلر اليمين دايمنشنز، وادخل قيمه بوينت 20 في الاكس وبوينت 61 في الواي، او بلاش زيرو احدد بالماوس، ثم اقوم بسحب هذا الشكل، اقوم بتوصيل الاركان، اقوم بتوصيل الاركان حتى تساعدني في عمليه الرسم عن طريق امر الفيلت. اقوم بادخل على امر الفيلت ثم باليمين ريديوس، اتاكد ان قيمه الريديوس هذا صفر، ثم اقوم بالضغط على الركن مع الركن هذا يقوم بتوصيله. ايضا نفس الشيء بدل ما اعمل تريم اضغط على هذا واضغط على هذا، تم ايش؟ تعديله نفس الاليه. بس لاحظوا في هذا المكان لا يفضل تريم. لماذا يفضل تريم؟ لانه مشترك بين خطين. اقول له تريم باليمين ثم اقوم عملية تجهيز البلان بالشكل الصحيح. فيلت اف انتر، اضغط على هذا الركنين، ونفس الشيء اضغط على تريم باليمين واحذف الخطوط الاضافية، وتسمى هذه العملية عملية التشديد او التنظيف من الخطوط الزائدة. فيلت انتر واوصل الركنين، انزل بالتأكيد حتى لا يحصل اي خطأ، ايضا نفس الشيء
في هذا المكان، أيضا في هذا المكان، select F enter وأقوم توصيل الجزئين، F enter أقوم بالضغط على المستقيمين فيقومن على التقاوم في نقطة الربط ترم وهكذا. في R enter باليمين للماوس وأقوم بحذف الأشياء الزائدة، نفس الشيء أقوم بحذفها ثم فيلت أقوم بتوصيل الركنين مع بعض، ثم فيلت أقوم بحذفها أيضا ترم بحذف هذه الآلية تماما. بهذا أكون قد أجهزت أعالي الجدران وخطوط السناتر بالنسبة لهذا العمل. والآن بقي لدي بس أقوم بعمل العمدان والنوافذ والأبواب. نخلص إن شاء الله، بقي لدينا 45 دقيقة إن شاء الله نخلص البلان. لاحظوا يا شباب، الآن أبدأ بعملية موف وأسحب إلى هذا الركن. أنا ممكن أخلي السناتر موجودة وأعمل هاتش للعمود. أنا أخرج الهاتش بقيمة ولتكن 1، ثم أعمل هاتش أضغط في هذا الخط باليمين سيتنج وأختار من الباتر، على أضغط عليها بالزر اليسار للماوس وأختار نوع يسمى الـ L وهو اللاين. أوكي، أخلي زاوية 45 ثم أقول أوكي. هو 1 أقول له 0.01. أوكي، ألاحظ بهذا أنه قد تم عمل العمود بشكل صحيح. أضغط على الهاتش داخل العمود وأقول له سمحت خليه في الهاتش في لاير يسمى هاتش، خلي الهاتش في لاير يسمى هاتش. خلاص، الآن أقوم بعملية نسخ هذا العيش العمود. شوف الآن لاحظ أننا تم التحديد الأزرق، امسك لي العمود فقط مع الهاتش كوبي، امسك من هذا النقطة وأبدأ أشوف أين العمدان اللي كانت موجودة معانا في هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان وهذا المكان. طيب عفوا، أقوم موجود معانا في هذا المكان و أقوم بتحديد هذا وأقول له كوبي من هذه النقطة إلى هذه النقطة، ثم إلى أي نقطة عفوا، النقطة التي تليه مباشرة. مسكتي العمود غير صحيحة، كوبي وأمسك من هذه النقطة أو من هذه النقطة إلى هذه النقطة، أخرج من أمر الكوبي. أيضا أكرر العملية، أحدد على الشكل سي أو إنتر وأمسك عليه من هذه النقطة إلى هذه النقطة. أكون بهذا قد رسمت العمدان معي 2 3. أوكي، أي معي واحد من العمدان المايل أو على الهوريزنتال، أعمل كوبي إلى الخارج ثم أقوم بعملية روتيت، أحدد على العمود كامل باليمين، أضغط على هذه الزاوية وأقول 90. الآن أقول بعملية الموف، أشوف من أي مكان أفضل لأحدد هذا المستقيم، هي المنتصف، نقطة العيش المنتصف، فأمسك المنتصف وأحط على هذا النقطة، أمسكه معلش وأحدد إلى هذا المكان. وأيضا نفس الشيء كوبي، عملية بس بتصير روتينية وتحتاج بس خفة وسرعة. أكون بهذا قد أنجزنا البلان بالشكل الصحيح. بقي لدينا عمود هنا وعمود أخرى في هذا المكان، كوبي من هذا المكان إلى هذا المكان، وأيضا نفس الشيء أخرج من الأمر كوبي وأمسك من هذا المكان إلى هذا المكان. بقي لدينا عمود واحد، عفوا أنا أضغط على Alt و Tab، والمفروض أضغط على Control و Tab أو أجي إلى الأعلى
واقيس المسافه، كم المسافه؟ دي اي ال انتر، من هذا المكان الى هذا المكان كم هي المسافه؟ 4 متر بوينت 66. طيب اجي لهذا المكان اوفست 4 متر بوينت 66 وارفع خط في هذا المكان، ثم اقوم باخذ كوبي واقوم باخذ هذا العمود بهذا المكان. اذا بهذا قد رسمت العمود اي موجود معايا في هذا المكان. طيب الى الان توزيع الاعمده مع رسم الجدران واضح يا شباب؟ نضغط الرقم 1 ونكون سريعين، باقي معنا نصف ساعه نريد نخلص البلان. طيب اوكي يا شباب، الان اقوم بعمليه ماذا يا شباب؟ عمليه فتح الابواب. انا ما علي الا قياسات، انا رحت قست وكان الباب معايا من هذا المكان الى هذا المكان كتف بمقدار 20، تحت موجود معايا كتف بمقدار كم؟ 20. طيب وهنا كتف موجود معانا بمقدار كم؟ 20. اذا كل الاكتاف بمقدار كم؟ 20. اذا انا اجي في هذا المكان واعمل اكستنشن لاين باليمين فيرتيكال واحطه في هذا المكان واقول اوفست وليكن بوينت 20. ثم فتحت الباب كم يا شباب؟ وابعد هذا الخط، خلاص انا استعنت باب بس على اساس اجيب الجزئيه هذه. يا انا مش عارف ايش قصتي مع الالت والتاب هذه. معليش يا شباب، اصلا انا متعود اتنقل بين الملفات بسرعه، فبالتالي العفو منكم. طيب باقي معانا هذه 20. الباب قالوا متر، نتاكد ونشوف من هذا المكان لهذا المكان متر وواحد سنت. انا مش عارف واحد سنت هذه قصتها ايش. ممكن واحد متر، خلاص نعتمد يا هيثم واحد متر، ما فيش مشكله. طيب وباب الحمام كم؟ كم قياسه لما رحنا نقيس كم قياسه؟ 81. خلاص يا شباب يا رب. طيب الان اقول اوفست 1 انتر واسحب هذا. الان ماذا اعمل؟ ترين انتر واحدد هذا المستقيم مع هذا المستقيم وهذا المستقيم مع هذا المستقيم باليمين، واحذف هذا الخط واحذف هذا مع هذا واحذف هذا مع هذا. لاحظ انه احتذف من كل مكان ما عدا داخل هذا الابواب. اضغط الان ترين انتر باليمين واقوم بحذف الحدود الداخليه، بهذا انتهيت من فتح البابين. طيب نفس العمليه في هذا المكان، اقوم بعمل اوفست بوينت 20 واللي هي الكتف، ثم اوفست بوينت 80 اللي هي فتحه الباب، ثم اعمل اكستند باليمين لهذا الخط وهذا الخط، ثم ترم باليمين واحذف واقوم بفتح هذا الباب. اذا بهذا رسمت البابين او فتحت او عملت فتحه للبابين وفتحه العيش الحمام. الان اقوم بعمليه فتح الباب الرئيسي وليكن كم معانا الكتف يا شباب؟ 20 ايضا. جميل جدا عندما يكون العمل كله موحد على 20. الباب الرئيسي قلنا على 20، اذا اوفست على، او ممكن انا اعمل ايش؟ اعمل خط على اساس امشي بسرعه بس، اوفست بوينت 20 واجيبه، ثم كم معانا الباب؟ ثم كم معانا الباب؟ الباب وليكن معانا الباب الرئيسي لدخول الشقه متر و20، هيكون معانا كم؟ متر و20. فاوفست متر و20، اسحب الى هذا المكان تريم انتر باليمين واقوم بحذف هذا الباب، وايضا اقوم بمسح الشكل الموجود في هذا المكان. بهذا صار لدي ثلاث انواع من الابواب، باب 80 وباب متر وباب متر 20. كل من هذه الابواب التي ذكرتها بتنقص معانا 10. يعني انا لما اقول باب طوله متر معناها انه في الحقيقه 90 سنتي. لما اقول باب طوله متر و30 في الحقيقه هو 120. لان الحلق او البرواز
اللي يدور على الباب بيكون بياخذ معانا 5 سم من اليمين و5 سم من الشمال، وبيبقى معانا 10 مطروحة من عرض الباب. الآن يبقى معانا فقط النوافذ وأيضا الدرج. لو تحبوا نرسمها نرسمها، حاضر. أقوم أعمل قياس وليكون القياس كم؟ 233. أقوم بعمل خط لاين من هذا المكان 232 الذي هذا موجود معنا إلى الأخير، أو عفوا 33، عفوا 233، أرفع إلى الأعلى أوكي، وأبدأ برسم الدرج ولتكن أوفست 0.30، وأسحب للداخل بمقدار كم درج معانا؟ 1 2 3، عفوا أنا ضغط زيت 1. الآن باقي معانا حركة جميلة جدا وهي الأنف، الأنف للدرج من الداخل. في معانا من محتويات الدرج القائم والنايم والأنف، أي بروز النايم قليلا عن القائم. فأقول في هذا المكان موجود معانا اوفست 0.02، واسحب الى الداخل لانه بمقدار 2 سنتي، واقوم بتحديد الثلاثه وتحويلهم الى هيدن لاين. تحويلهم الى ماذا؟ الى هيدن لاين، خطوط مخفيه. اكون بهذا قد اجهزت على الدرج. الان بالنسبه للابواب، أعيد رسم الباب يا شباب. إذا تفضلوا أننا أعيد رسم الباب فلنضغط الرقم 1. أرجو أن يكون فيه إجماع. سريع يا شباب. بس واحد من ضغط 1. إبراهيم 2 قال لا خلاص قدو الفكرة وصلت له. طيب أوكي يا إبراهيم. ومنى قالت 1، الآن 2 من باب الواحد، فنعتمد ما قالوا 2. طيب يا شباب أنا سأرسم 1 من الأبواب. سوف أقوم برسم 1 من الأبواب. على سبيل المثال باب المتر. سأقوم برسم الباب المتر. فلاحظوا الآن مكونات الباب إيش؟ الحل. وفي هنا دخول بسيط. كم الدخول هذا عمله؟ عبارة عن 1 سنتي، 1 سنتي. وهنا كم السماكة كلها بالنسبة للباب؟ 6 سم زائدا واحدة، أو هذه المساحة كاملة هي 6 سم، وأخذ 1 على أساس يبقى معاه الإجمالي 5. إذا إحنا نقول 6 في كم؟ بتلاحظوا إن الحلق بيبرز شوية من الباب، الحلق يتم تبريزه قليلا من الباب، عبارة عن كم؟ عن 5 سم. إذا أرسم ريكتانجلر بجواره اليمين دايمنشنز. الإكس عبارة عن كم يا شباب؟ 0.06، وفي الواي عبارة عن 20 زائدا 5 فهو 0.25، وأضغط عليه في هذا المكان ثم أقوم بعمل لاين بسماكة الباب. كم سماكة الباب معانا الآن؟ معانا سماكة الباب 5 إلى 6 سنتي. فأنا أضغط الآن إذا قلت مثلا لاين ونزلت على هذا أقول انزل بمقدار 5 سنتي وأدخل إلى الداخل بمقدار 0.01، وأرتفع إلى الأعلى ثم أضغط على تريم وأتم بمسح الإضافات. بهذا قد رسمت العيش الحل. وأعمل كوبي أو أخرج هذا الحل في هذا المكان، ثم ايش اعمل يا شباب؟ اقوم برسم لاين من هذا المكان الى هذا المكان، او من هذا المكان وليكن مقدار 1، ثم امسك على هذا الشكل ميرور من هذا المكان الى الاسفل اليمين انتر. بهذا رسمت العيش الشكل الموجود. الان اقوم بعمل ريكتانجلر وليكن الباب كم قياس الباب؟ دي اي ال انتر من المكان هذا الى المكان هذا، خلاها 90. احنا ما نعملش 90، احنا هنعمل ايش يا شباب؟ هنقوم بتوصيل الخط من هذه النقطة إلى هذه النقطة لأجل يكون عملنا مضبوط، ثم روتيت
العالم مستقيم باليمين وأقول له سالب 90، عفوا كان المفروض 90، وأخذ اليمين من هذه النقطة أقول له 90. كم قلنا سماكة الخط offset 0.05، أو الباب سماكته 0.05. أقوم بتوصيل اللاين مع اللاين واللاين مع اللاين، هذا كنت رسمت الباب. أيضا أقول offset ولتكن 10.10، وأسحب هذه 10 وأجي من الأسفل 10. أقوم برسم المقبض كما تلاحظون، لو أرسم جنب المقبض ما فيش أي صعوبة. رتانجلر على سبيل المثال، ثم رتانجلر آخر بس تكون العملية مدروسة. الآن أريد توسيط هذا الشكل ما في هذا المستطيل. أقوم بالضغط على الشفت باليمين، أختار على حاجة اسمها الميد بوينت، ثم الموف موف، أضغط على الشكل باليمين ميد بوينت وأقول لها ميد بوينت هذا الشكل. والله مش عارف أنا إيش المشكلة الآن ما بين هذا الشكل وهذا الشكل. لا موف ثم باليمين ميد بتوين تو بوينت هذا الشكل. بين هذا ايش المشكلة؟ موف باليمين هلا والله العفو منكم، بس ما فيش مشكلة، خذها على هذا، حدد منتصف المربع. طيب يا جوهر، ها تفضل يا جوهر، هذه حركاتك يا جوهر. جوهر يقول ايش؟ تضغط على الموف انتر ثم الشيفت باليمين، اختار على ميد بتوين تو بوينت، ثم اضغط على الشكل بعدين اليمين حدد على نقطة المنتصف، ثم حدد ما بين هذا النقطة. لا ما جتش معانا يا جوهر، ما فيش مشكلة يا جوهر. باليمين ميد بوينت على الشكل على المنتصف، ثم سلكت اوبجكت وحدد باليمين هذا النقطة. ما مش عارف. طيب ما فيش مشكلة يا شباب، العفو منكم، نرجع نشوف مع جوهر. أنا مش عارف ما هي الآلية الذي انفايت اتندنت، كان نخلي هيثم يروينا مباشرة على السكرين، ما فيش مشكلة. طيب الحين هيثم بيقول لا لا ضروري تشرحها. طيب يا شباب، الآن آخذ ريكتانجلر آخر وأبدأ برسم الشكل هذا عن طريق زميلكم أحمد عبد العال، جاب طريقة جميلة جدا أثناء الرسم وقال إنه ممكن نحن نرسم ريكتانجلر من هذا المكان تقريبا، وبعدين نجيب ريكتانجلر آخر وليكن هذا الريكتانجلر، ثم أضغط على فيلت باليمين radius وليكن 0.01، لا 0.01 كثير 0.05، أضغط على هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا، صار معي الشكل الجاهز بهذا الآلية. أنا ممكن أضغط على البولي لاين، وهذا الحركة اللي دائما يشتغل بها زميلكم أحمد عبد العال، انه اضغط من هذا المكان، نفترض ان انا اضغط من هذا المكان ثم اضغط على حرف ال A اختصار الارك ثم السي انتر، كنا اضغط على بولي لاين ثم حط نقطة ثم اضغط على حرف ال A وهو الارك باليمين ارك، ثم اضغط على السي وهو باليمين سبي لاين، واقوم برسم الشكل بالميلان
الذي نحتاجه. ما فيش مشكلة، أنا ممكن أكمل الشكل ثم أقوم إيش بعمل تعديل لهذا الشكل. يمين انتر، أقوم أمسك هذا الشكل، أقوم بسحبه لهذا المكان، ثم أقوم سحبه بهذا المكان. هذا أكون قد عملت المقبض، أو أقوم أيضا بتحسين الفيرتكس. لاحظ يا أحمد عبد الفعال، أن في عندي سهولة في استخدام النقاط في 2013. لاحظ أنا ممكن أضغط الآن إيش؟ أد فيرتكس. لاحظ في سناب جديد، بينما في 2009 ما فيش هذا الخاصية. أضغط على أد فيرتكس وممكن أسحب لتحت، وهذا يعمل لها إيش؟ استناد. أو ممكن ألغي هذا النقط الفيرتكس، أنا ممكن أمسكها كنترول زد. أنا إذا في نقطة عاوز إيش أعمل لها إيش حذف، ما علي إلا أحدد عليها وأقول لها إيش في كونفرت لاين، تحويل إلى خط. لاحظوا إيش يحصل، نفس الخط أقول كونفرت تو آرك، شوفوا إيش حصل. هذا الخصائص يا شباب مش موجودة في 2009، أوتوكاد 2009 هذه الخصائص ليست موجودة. طيب أخذ هذا الشكل وموف من المنتصف إلى منتصف الخط، هذا مش موجود معايا خط. أنا ممكن أعمل خط مرجعي من هذا النقطة إلى هذا النقطة، ثم أسحب هذا كامل موف من المنتصف إلى هذا المنتصف، وأحذف الخط المرجعي الذي قمت برسمه، ثم ميرور وأظلل بالأزرق باليمين من هذا الركن F8 إلى هذا الركن باليمين Enter. وبهذا يكون معانا الشكل ايش تم عمله. ثم ممكن ارسم سيركل من هذا الركن الى هذا الركن، ثم اعمل ايش تم بكل سهوله دون التعقيد. عفوا، واحذفها مع هذا المكان، وبهذا اكون قد انتهيت من رسم الباب. أقوم بعمل بلوك بي انتر، ولكن دور 1 في الديسكريبشن نقول دور 1 عبارة عن 100 سنتيمتر، معناها أو 1 متر أو 1 متر. أو متر، نخلي 100 سنتي أفضل، 100 سنتي في 200 أو 210 سنتي. أقول Select Object، أحدد الباب كامل ما عدا الخط في النص ما أريدش. Pick Point وأحدد في هذا المكان، ثم أقول له أوكي. هذا أضغط على الباب وأسحب من هذه النقطة وأسحبها للبلان تبعنا، صار الباب جاهز. ثم أعمل عملية Mirror، يعني أنا ممكن أفعل الخط أو أمسك على الباب ثم Mirror من المنتصف الموجودة في هذا المكان وأسحب للأعلى باليمين انتر. هذا عملت الباب، وأيضا نفس الشيء أنا ممكن أمسك الباب هذا وأفعل له سكيل وأحط في الحمام، وأيضا أعيد رسم الباب وأفعل باب بالنسبة للباب الخارجي للغرفة. لو افترضنا الآن أنه باب الحمام خليناه متر حتى بس نخلص، أقول روتيت بهذا الجزئية، أقوم بسحب الباب موف للأعلى بمقدار 0.20، ثم أعمل له ميرور. أقوم بتحديد الباب في هذا المكان. ألاحظ إيش؟ لاحظوا يا شباب، أنا الآن سأوسع باب الحمام بس لأجل أكمل، لأجل إيش نكمل وباب الحمام للداخل. أنا متأسف، باب الحمام موجود معانا للداخل. ميرور، أنا أستخدم أمر يسمى ميرور، أمسك من هذا النقطة وأسحبه لهذا النقطة. إيش الغلط اللي موجود معانا الآن يا شباب؟ من يقول لي إيش الغلط اللي موجود معانا؟ أنا ممكن
يا شوف معانا احد الحلين، اذا كان الباب الشيء اوسع الى متر، لاحظوا يا شباب، اذا الباب اريد توسيعه الى متر ما علي الا بضغط اس انتر، اس انتر، ثم احدد هذا النقطتين بتظليل اخضر باليمين الذي يسترتش، واسحب لهذا المكان، فهذا اكون قد رجعت الجدار كامل وخليت فتحة الباب كم خليت فتحة الباب يا شباب؟ الو شباب معانا، 1 متر. طيب 1 متر، لكن لو اريد الباب اخليه على طبيعته ماذا اعمل؟ اختار امر اسمه align، محاذاة، اضغط على الباب ثم باليمين ثم من هذه النقطة إلى هذه النقطة ومن هذه، عفوا، ألطفها اللاين مرة أخرى، أضغط على الباب باليمين من هذه النقطة إلى هذه النقطة ومن هذه النقطة إلى هذه النقطة باليمين، يس، كان عمل لي الباب بشكل جميل جدا، كان عمل لي الباب بشكل جميل جدا، لكن أيش المشكلة في هذا الباب يا شباب؟ إن ما زال هذا الباب على بلوك يسمى الدور 1، في افجر هذا الباب يا المفترض ان انا اقوم باعاده رسم الباب مره اخرى، وهو الافضل. اكس، ايش اكس؟ اكسبلود، هذا تفجير، اكسبلود، نعم، لا هو ممكن، يفضل دائما ان انا اقوم برسم كل باب على حده، لانه انا لما افعل الان سكيل معناه ان انا فعلت سكيل للبرواز او للحلق، سكيل لسماكة الباب، فبالتالي كل شيء اختلف، ولكن هو في الحقيقة سماكة الحلق نفس سماكة الحلق الكبير، اللهم ان احنا غيرنا في طول الباب او في عرض الباب، لهذا عملية السكيل ليست نافعة، ولكن الا لمن هو مزنوق في الوقت يحتاج يخلص سريع او يروي الزبون او العميل شيء على السريع، يعني كفكرة مبدئية ممكن، لكن كعمل نهائي لا. طيب يا شباب الآن أعمل هاتش، قبل الهاتش موجود معايا إيش؟ مغسل وكرسي إفرنجي وبانيو، من أين أجيبهم يا شباب؟ من أين أجيب هذه الأشياء؟ من أين أجيب هذه الأشياء؟ أجيب هذه الأشياء من الدي سي، أحسنت، إنتر، أو اختصار يا شباب كترال 2 يسمى المركز التصاميم، اضغط على اي ان يو اس ثم ادخل على مجلد يسمى ديزاين سنتر ثم ادخل على الهوم او على الوحدات الصحيه، فتكون موجوده معانا في باثروم بيسك في الهوم، لا انا مسكرها ليش يعني، هذا الأدوات الصحية بس هذه على أساس إن هي في الفرونت. طيب نشوف إحنا موجودة فين، موجودة في هذا المكان في الهاوس، أدخل على البلوك، ألاحظ، أبدأ بسحب أي شيء يا شباب، سحب الكرسي الفرنجي أو التواليت توب، أقوم بسحب المقسم وأقوم بسحب الثاني وأخرج البانيو موجود على بهذا الشكل روتيت، معذرة منكم ولكن الحمد لله. طيب أخذ البانيو وأحطه في هذا المكان، لاحظوا إنه عمل البانيو إيش؟ تقريبا 20 سم ولا 30، 20، إذا قام عمل ريكتانجلر باليمين دايمنشنز، ريكتانجلر أضغط باليمين دايمنشن من هذا النقطة إلى هذا النقطة، وفي الواي كم؟ 0.20، أقول له موف
إلى هذا المكان، ثم أسحبك كامل إلى هذا المكان. بهذا خلصت العيش الثاني. كرسي يا فرندي في أي مكان، ما فيش أي مشكلة. ثم أقوم بعملية مور، وبعدين موجود معايا العيش المغسل، وأعمل له مور بهذا الشكل. وليكن في هذا المكان، ما فيش أي مشكلة. ثم أعمل عملية مور حتى يصير في المكان المناسب. هذا انتهيت من رسم هذا البلان. أريد عمل الآن البلاط. أضغط على، أروح إلى لاير يسمى هاتش، ثم أضغط على اتش انتر. أبدأ بالدخول في الحمام، عفوا أدخل اتش انتر باليمين سيتنج، أدخل على الباتر، أختار الأنجل، أوكي، أد بيك بوينت، وأحط على الشكل باليمين انتر. ألاحظ أن العيش البلاط بزاوية 45 والسكيل تبعه صغير جدا، فأكبر السكيل إلى واحد، إلى بوينت واحد، 5.5، واحد، نخليه كم؟ لو أضغط عليه دبل كليك، طيب لو نخليه كم يا شباب؟ 0.01، أوكي. وأعمل له الزاوية أو الميلان ما تكونش على 45، تكون على 0. صغير جدا، طيب 0.05، 0.02. يعني هو نكبر ونصغر لما نشوف قيمة منطقية من حجم الحمام أو بعدد البلاطات. يعني وأنا بين أكبر وأصغر أشوف والله البلاطات صارت الآن نسبية يعني معقولة. خلاص انتهيت من عمل الهاتش. طيب باقي معانا هاتش، إذا أحب أعمل موكيت للبيت من الداخل، فأنا ممكن أضغط على هذا باليمين سيتنج وأختار من قماش، أو أدخل على كاستم وأختار الأرضية التي تناسبني من الهاتش الذي جبناه مع بعض. بالنسبة للدروس العيش السابقة، ما فيش من حاجة اسمها كلوث سي ال تشيك، ممكن نخليها، ما فيش مشكلة على أساس الوقت. بس لا، ما نشتيش يدخل كامل في البلاد، الشيش يطغى على البلان كامل. إذا يلا نكتفي بهذا المكان، نفس الشيء. طيب أقرب على هذا المكان اتش، بيقول لي في مكان معك مفتوح وهو في هذا المكان، في معك فتحة في هذا المكان. في طريقة أخرى يا شباب، إيش أعمل؟ أنا ممكن أجيب ريكتانجلر وأحط عليها الهاتش وأنهي الموضوع عندما يكثر علي العيش. هو شوفوا، عندما أضغط على الهاتش في البداية بيجي في هذا المكان، مجرد ما أضغط بالزر الأيسر إيش يحصل؟ بيدخل لي معاه ثاني. أقول سيلكت أوبجكت، مفيش معانا أوبجكت. طيب أنا أتركها على ما هو، كان أتركها في البلان أي موجود في الأعلى. باقي معانا النوافذ، أظن النوافذ مفيش أي صعوبة. أقيس في هذا المكان، من هذا المكان إلى هذا المكان، وليكن معانا 1.57 متر، وثم كم قياس النافذة من النقطة هذه إلى النقطة الموجودة معانا في هذا المكان هيكون 1.62 متر. إذا الأول أوفست 1.57 متر، فأقول الآن هنا الأوفست 1.57 متر، فأرفع من هذا المكان إلى هذا المكان. ثم الثاني أوفست كم؟ 1.62 متر. أضغط أوفست 1.62 متر، اكستند، وأقوم بمد الشكل، ثم اكستند باليمين، أحذف الخطين في النص، فأقوم بإيش؟ بتوصيل الخطين الموجودين. أولا أقوم برسم لاين من السنتر إلى السنتر،
ثم أقوم بعمل أوفست 0.00 لو قلنا 8 ملي أو 6 ملي يعني 3، أسحب لهذا المكان وأسحب لهذا المكان وأبعد الخطين في المنتصف وأمسك الخطين وأخليهم في لاير يسمى جلاس أولي. وبهذا إن شاء الله أكون قد انتهيت من رسم هذا البلاك الموجود أمامكم. بهذا أكون إذا رسمت بلان أي موجود أمامكم، ومن خلال الأوامر التي تم التعرف عليها سابقا، الذي هو صار العمل النهائي بهذا الشكل. فأتمنى من الجميع أن يكونوا قد استفادوا من آلية الرفع وأيضا من آلية رسم البلانات بالشكل الصحيح. ولا ننسى أن لدينا خاصية في الأوتوكاد 2013، أنه مجرد ما ألمس على الخط بالزر الأيسر وأظل واقف على الفرتكس في نص الخط، أو بيجيب لي خاصية على الكنترول أو الألت. ها هو هذا المستقيم عادي يقول عنه ليش؟ مش قابل يتحول معي إلا إذا كان عايش بولي لاين. لو أخذت بولي لاين وضغطت على بولي لاين ومسكت نقطة المنتصف، لاحظوا يا شباب أنا دائما أرسم بالبولي لاين، لأن ميزة البولي لاين لما أضغط على الخط وأمسك على المنتصف يجيب لي حاجة اسمها كونفرت آرك. لاحظوا ايش يحصل، يتحول الى قوس اما لهذا الجهه او لهذا الجهه. ايضا ممكن ايش افعل اد فيرتكس، وممكن اخليه ايش اذا نفس الشيء اد فيرتكس، وممكن اسحب بهذا الشكل اد فيرتكس، وممكن اكون شكل لهذا الشكل. يعني سهلوا لنا زي الماكس، صار زي الماكس من حيث السهولة في الاستخدام. طيب أنا أكتفي بهذا، أقوم بإغلاق وحفظ هذا البلان. طيب نخليه 3، وأقوم بإغلاق هذا البلان وتصغير الأوتوكاد، ثم أعود للجميع. تفضلوا يا شباب، بقي لدينا من الوقت 7 دقائق. هل هناك أي سؤال؟ بقي لدينا من الوقت 7 دقائق، هل هناك أي سؤال؟ فتفضلوا. بقي لدينا 7 دقائق. إن شاء الله يا شباب نحاول قدر الإمكان نحن نلتزم ونبدأ من الساعة الثامنة تماما، من 19 تماما، حتى زملائكم الحاضرين معنا اللي لديهم مواعيد محاضرات أخرى لا تفوتهم المحاضرات الأخرى. في الهومورك، الهومورك يا سيد يا باشمهندس منى، رسم البلان التي قمت برسمها الآن. الهومورك رسم البلان الذي قمت برسمها الآن. أو رسم بلان مشابه للبلان الذي قمت برسمها الآن، والذي هو عبارة عن أي شيء يا شباب؟ عبارة عن غرفتين بينهما حمام. في العيد، العيد شقة؟ لا، لأجل العيد نخليها 3 شقق. طيب يا شباب أرويكم بس عمل، أو أرويكم إمكانيات أوتوكاد 2013 بالنسبة للبيئة العمل ثلاثية الأبعاد إن شاء الله إذا وصلنا لها. العيد شقة، شوفوا كرماء معكم. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. والحمد لله قد تحسننا كثيرا بفضل دعائكم، ثم بفضل زملائنا أو إخواننا اللي لم يقصروا معنا. إن شاء الله ما يكون إلا كل خير. إذا سوف نكتفي بهذا القدر. ممكن أعرف من الآن بيقوم بعملية التسجيل لهذه المحاضرة؟ الأخت يسرى محمد،
هل بتقومي بتسجيل هذه المحاضرة؟ كل عام والجميع في ألف صحة وخير وعافية إن شاء الله. طيب يا شباب، إذا لا يوجد لديكم أي سؤال، إذا أدخلكم إلى الأوتوكاد، أويكم إمكانية الأوتوكاد 2013. هذا إمكانية الأوتوكاد يا شباب. ممكن نستطيع نعمل بيئة ثلاثية الأبعاد، وممكن نصمم فيها طاولة، أو الطاولة بالطراز الإسلامي. طبعا تم عمل هذه الطاولة بالاستعانة بالبش مصمم الكبير أحمد عبد العال، ولأنه متخصص في الطراز الإسلامي، بس وضحت له فكرة أنه بالإمكانية الرسم أي شيء 3D أو 2D في بيئة الأوتوكاد. فإن شاء الله إن شاء الله البلان الذي رسمناها الآن في 3D نقوم برفعه وعمل اللمسات المعمارية في البيئة العمل ثلاثية الأبعاد، ولكن بقي لدينا 7 محاضرات تقريبا في 2D، فإذا نريد استغلالها استغلال تام في رسم كل الأشكال. لاحظوا الآن، لو أقوم بتوضيح لكم الشكل أو الفراغ، لاحظوا ثقيل نوعا ما بالنسبة لجهازي، أما في بعض الأجهزة ممكن ما يشتغلش نهائيا يعني. طيب يا شباب، أنا مش عارف أحمد عبد العال عاد موجود معانا أم قد تركنا. طيب يا شباب، لو أقوم الآن بعمل ريندر، هذا العمل بس فقط من باب التشويق، نشوقكم يا شباب، نريد نعمل لكم تشويق. وهذا العمل مقدم من زميلكم البشمصمم أحمد عبد العال، نحن إلا ساعدناه بالذي استطعنا عليه فقط. الشكر الكبير لأحمد عبد العال. طيب يا شباب، مش موجود أي سؤال، بقي لدينا من الوقت دقيقتين إن شاء الله. لا يوجد أي سؤال بينما يقوم الأوتوكاد بعملية الرندر. اختصار الرندر في الأوتوكاد RR. أي سؤال يا شباب؟ ألف شكر لكم جميعا، طب حضوركم ومشاركتكم يا شباب، بنواصل معكم وبانقطاعكم ممكن ننقطع معكم، فإن شاء الله نتمنى كل خير ويكون بيننا أي تواصل مستقبلا، وأي سؤال أو استفسار أو مساعدة للجميع أهلا وسهلا في أي وقت. إن استطعنا، وإن لم نستطع فسوف نحاول قدر الإمكان. البناء الذي تم رسمه الآن ممكن من رفعه على صفحة الإيفنت كصورة PDF. طيب يا هيثم، ممكن يا هيثم أحولها إلى PDF. طيب أنا ممكن مط الوقت شوية، بس 5 دقائق. طيب، على أساس أرويكم الآن، الريندر كيف صار شكلها النهائي. وقد خلص، ليش نرندر مرة أخرى؟ خلاص خلص، شكرا. مش راضي مصمم الأوتوكاد يرندر مرة أخرى، حتى الأوتوكاد عندي ما يتراجعش. طيب يا شباب، هذه هي الصورة النهائية، بتلاحظوا الصورة النهائية كيف صار شكلها يا شباب؟ يعني قد مقارب لبيئة الماكس. فرجاءً لا تستهينوش ببرنامج الأوتوكاد في الرسم ثلاثي الأبعاد. لديه إمكانيات قوية وجبارة، بس تحتاج للواحد الصبر وجهاز ممتاز. أقصد ممتاز يعني مواصفات قوية تستحمل عملية العمل على بيئة ثلاثية الأبعاد. طيب، هذا بس من باب التشويه إلى المحاضرات 3D إن شاء الله. طيب يا شباب، بالنسبة لرفع في الأتمتة PDF،
طيب حاضر، أنا الآن أشوف كيف. أنتم الآن حاضرين معنا 15، معناها أريد استلام 15 واجب رجاء رجاء يا شباب. فلاحظوا معنا، لا أنا ما فعلتش إضافة نهائيا. طيب أنا لو أرجع لبرنامج الأوتوكاد، بس دقيقة، لاحظ ثقيل نوعا ما. يا هيثم، إذا تحب هذه الصورة من باب الذكرى والتشويق. طيب يا هيثم، طيب خير إن شاء الله. عليك تستأذن من أحمد عبد العال، تسمح لهم يا أحمد يأخذوا صورة لهذا العمل. لينك ملفات الهاتف ولينك طيب يا أشرف، ممكن يا هيثم ترسل اللينكات سريع لأخوك أشرف. من عنده اللينك أو الرابط تبع الفونتس أو الهاتف ممكن يرسله سريع الآن. طيب أنا أغلق الأوتوكاد. طيب يا شباب، هيثم يوعدكم انه يكون بالايفنت. يا هيثم ايضا افعل لهم الرابط صفحه الايفنت الخاصه بالدوره، قد يكون البعض مش عارف الايفنت ايش معناه ولا في اي مكان، من باب العلم. طيب يا شباب، بقي لدينا 3 دقائق. شفت؟ طيب ادخل بس الى الاوتوكاد تبعي وأجيب البلان اللي عاد احنا اشتغلناها الآن، وهذا هو البلان، هذا رابط الإيفنت. أقوم عمل كنترول بي وأختار طبعا نوع دوبي بي دي اف ويندو، وأجيب من هذا المكان إلى هذا المكان، وأعمل إيش؟ بس أنتم لابد ما أعمل لكم القياسات حتى تستطيعون رسمه. أعمل لكم القياسات بشكل سريع، معانا دقيقتين أو 3 دقائق نخلص الميزانية. من السنتر للسنتر، ها الكل يركز. إن شاء الله أنا أنزل لكم الآن على صفحة الموقع تبعكم. وهذا بالنسبة للحمام وخروج الحمام من الخط إلى الخط. طيب أنا الآن أفعل لكم بي دي اف، وسوف أرسل لكم إن شاء الله على ورق اي 4 ويندو من هذا المكان إلى هذا المكان، السنتر بريفيو، وأقوم بطباعته واستخراجه للديسكتوب، وأحفظ البلان أو أخليه بالمحاضرة الثالثة. طيب ما فيش مشكلة. سي أوكي، بهذا قد عملت لكم ملف بي دي اف لما تم رسمه في برنامج الأوتوكاد، ويتم استعراضه لكم عن طريق أي شباب عن طريق الأوتوكاد في القياسات بشكل سريع، وأنتم إن شاء الله تقوموا برسم هذا البلان. إذا بقي 30 ثانية، أقول لكم كل عام وأنتم بخير من العائدين السالمين، وأرجو بإرسال البلان، ونشوفكم على خير وأتم صحة وعافية
وإن شاء الله نبدأ التمارين بشكل فعلي، وبقي معنا 10 ثواني، وإن شاء الله يوصل لكم على الإيفنت. واستأذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.